بتمنى ان شاء الله انه توصل للجميع، بتمنى انه الجميع ينفذها بعمل السياسه على الارض. يعني مباراه حلوه عم نشوف اليوم، محل التفاهم يلي موجود بارض الملعب، الكل عم بمرر، وفرصه للفريق الاحمر. خلينا نتابعها انا وياك، يمكن نشوف الهدف الاول بالمباراه. سامي شويه يعني لهلا خسرانين، ما اوكي سامي شوي عم بيسجل الهدف الاول بالمباراه للفريق الاحمر، ومثل ما شايف انا الهيئه النائب سامي شميل ساوى لعبه كره القدم بالاعاده. شوفوا هالمجهود الفردي الرائع، بيتخطى هون الاول الثاني الثالث، بيدخل بيوصل قدام المرمى، بيوصل قدام المرمى. شو راح يعمل سامي شميل؟ عم بيسجل الهدف الاول بالمباراه، 1-0 بيتقدم الفريق الاحمر قبل دقائق قليله على الان. موجود النائب سامي شميل، نائب سامي شميل، 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 والهدف الثاني. يعني عرف كثير منيح دولة الرئيس انه وقت بده يركب الفريق سامي شميل لازم يكون معه لاعب عنده مهارات فردية عالية كثير، وانا اكيد رح يبلش يجي عروض للنائب سامي شميل من اندية الدرجة الأولى بلبنان من بعد هالمجهود الفردي الرائع يلي عم يعمله. لاحظوا 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 الأول الثاني أخذ الكرة انفرد، ما مرر لعقاب لأنه بيعرف إنه عقاب زميله بوضع تسلل، قرب وسدد الكرة بالجهة البعيدة وسجل الهدف الثاني لتصير النتيجة 2-0 تقدم الفريق الأحمر.